مدينة مارب الحفل الختامي الصيفي الطلابي لشباب محافظة صنعاء بحضور عدد من الشخصيات الرسمية والاجتماعية. وتضمن المخيم الذي حضره العشرات من الطلاب أنشطة طلابية وثقافية لتوعية الطلاب بأفكار الوسطية والاعتدال وقيم الجمهورية والحرية وحب الوطن والإخلاص له، وتحصيلهم من أفكار التطرف والإرهاب السلالي الإمامي. تخلل الحفل عددا من المشاركات الفنية والخطابية التي قدمها عدد من الطلاب، عبرت في مجملها عن مستوى الوعي الوطني والفكري لدى الطلاب، كما تم تكريم الطلاب المتميزين في مختلف المجالات. ما نقوم به في هذه المراكز هي من أجل الحفاظ على الهوية الوطنية، من أجل التسلح بالعلم الذي يعتبر السلاح الحقيقي لمواجهة هذه الميليشيات. ما تقوم به الميليشيات المسلحة في مناطق سيطرتها من تجريف للهوية الوطنية يحتم علينا جميعا حماية الجيل وحمايتهم من الأفكار الهدامة والمتطرفة القائمة على أسس سلالية. لزم التنبيه لأن محافظة صنعاء تقيم 4 مخيمات سنويا، مخيمين الطلاب ومخيمين الطالبات. هذا يعتبر المخيم الطلابي الخامس والطلاب الثانوية، وهذه جهود تستحق الشكر والتقدير والثناء لمن بادر ولمن اهتم ولمن مول ولمن تفاعل، كلا باسمه وصفته. أيضا للقائمين على المخيم من إداريين ومدرسين ومشرفين نوجه لهم كل التحيات وكل الشكر وكل التقدير، وبحسب ما أشار وأشاد الضيوف أن مخيم محافظة صنعاء الذي حضروه ومزاروا العديد من المخيمات يعتبر المخيم النموذجي الأول في كل المخيمات التي أقيمت في محافظة مارب، وهذا بحد ذاته إشادة وكلمة شكر ووسام شرف.